فلسطين في القلب، فلسطين في الضمير، فلسطين منذ خلقنا، ونحن نتجه إلى الغرب نيمم نحو المسجد الأقصى الذي يدافع عن كيان الأمة هذه الأيام. تحت رعاية معالي رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميد الفايز، انطلق ملتقى رم الإعلامية السياحية الأول الذي يستمر ليومين بحضور شخصيات ووسائل إعلام مختلفة. طبعا ملتقى رم الإعلام السياحي الأول جاء نتيجة تضافر جهود عدة مؤسسات وتنظيم من شركة خليج العقبة للإعلام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة. الهدف من الملتقى هو تعريف القنوات والفضائيات العربية بالمنتجات السياحية الموجودة في وادي رم. وادي رم هي منطقة ذات طبيعة خلابة حقيقة. هذا الملتقى بمشاركة تقريبا 10 فضائيات عربية ومحلية وأقليمية جاء من أجل إلقاء الضوء على المنتج السياحي في منطقة رم. هي منطقة سياحية خيالية تجمع ما بين الجبال والصحراء وحكاية الإنسان وارتباطه بالمكان. أردنا من خلال هذا الملتقى أن نروج المنطقة أمام السائح العربي والسائح الأجنبي حقيقة في ظل هذه المزايا الفريدة التي تتمتع بها المنطقة. يلتئم الجمع الإعلامي المؤثر محليا وعربيا ودوليا في محاولة لإلقاء الضوء على منتج رم السياحي ونقل صورة واقعية لطبيعة وتاريخ وموروث المنطقة التي تعود في تاريخها إلى 6000 سنة ما قبل الميلاد، مر عليها العديد من الحضارات واستوطنتها شعوب كان لها أثرها في بناء الحضارة خاصة في عهد المملكة النبطية. بعيداً عن ضجيج المدينة والحياة المعاصرة وبالصوت والصورة، غطت وسائل الإعلام ملتقى رم السياحي الأول إيماناً منها بأن يكون كمنتج سياحي فريد في كافة المحافل الدولية. سندس أحمد، تلفزيون فلسطين، وادي رم.